رغم الحصار الخانق على الغوطة الشرقية من قبل الحواجز الأمنية المنتشرة على مداخلها، استطاع الثوار أن يحولوا المواد البدائية القليلة التي يحصلون عليها إلى أسلحة نوعية وفتاكة، حيث يقوم الثوار بصناعة كل جزء يحتاجونه بسواعدهم. هذا الفرن هو عبارة عن شكل دائري بنحط داخله الفوم الخام، بنضرب عليه نار بصير يدور بحركة معينة مشان يدوب الفوم. نحن بنصير نسحب الفوم أول بأول ونسكبه قزائل. كما وتعتبر مدافع الهون من أهم تلك الأسلحة نظرا لتأثيرها الكبير على قوات النظام ماديا ومعنويا، حيث استطاع الثوار وبرغم إمكانياتهم ومواردهم المحدودة من صناعة مدافع الهون بأدق تفاصيلها. هذه الورشات الصغيرة باتت تعتبر اللبنة الأولى على طريق بناء معامل الدفاع التي سيحرر الثوار بها آخر ما تبقى من مقرات ومراكز أمنية في الغوطة الشرقية. نحن هون قوات المغاوير، عندنا هون قسم إنتاج قذائف الهاون وقنابل الأنيرجا والقذائف وقنابل 36، عندنا قذائف الهاون من 80 ل 180 في مراحل مختلفة. في عندنا تصنيع إن شاء الله كامل وطرق بدائية، لكن إن شاء الله راح ندحر فيها الطاغية. مدافع الثوار رغم بساطتها أصبحت تضاهي في دقتها وتأثيرها مدافع قوات النظام نظرا لحرفية من يقومون بتجهيزها، عدا عن الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها في كيفية إعداد هذه المدافع خلال أكثر من عامين من عمر الثورة.